كانت فيما مضى تسمى بالجعفرية، وفي عهد السلطان سعيد بن سلطان أطلق عليها محضة، وتتكون من 88 قرية، منها كحل، النوى، شرم، الضحى، الجويف، ري، المليحة، الحارة، زعاب. يبلغ عدد سكان هذه الولاية التي يمتزج فيها القديم والحديث في تآلف مثير نحو 35,000 نسمة، يعيشون في أحضان طبيعتها الجميلة، وينعمون بخيرات النهضة العمانية المباركة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. الطابع العام للولاية صحراوي، وتعد سلاسل الجبال من معالمها الواضحة، وألمعها جبال الحورة، وإلى جانبها توجد مساحات مزروعة من النخيل تعتمد في ريها على المياه التي تنحدر من المرتفعات. وبذلك فإن ولاية محضة هي أيضا صورة من صور الطبيعة العمانية المتنوعة، مساحتها تزيد عن 2000 كيلومتر مربع. شعار الولاية نبات القمح، لذا نجده رمزا واضحا على مقر الوالي الذي تم تشييده حديثا ليلائم المتطلبات المتنامية للمواطنين وحاجاتهم المتنوعة. ويعمل مكتب الوالي كهمزة اتصال بين كافة المرافق الخدمية والمواطنين، وعن طريق المكاتب المتخصصة التي يشتمل عليها مقر الوالي يمكن تسهيل الإجراءات اللازمة لتسيير مصالح المواطنين. وكثيرا ما يجلس الوالي مع القيادات المحلية في الولاية وشيوخها وأعيانها لمناقشة سير الأمور في الولاية ودعم مسيرة التنمية فيها، واضعا نصب عينيه تعليمات حضرة صاحب الجلالة بأن تكون استراتيجيات التنمية هي أولا وأخيرا من أجل خير المواطن أينما يعيش في ربوع البلاد. وتقوم لجنة تنمية المناطق بالإشراف على الأنشطة التنموية، ومن بينها النشاط الزراعي الذي يلقي اهتماما كبيرا من قبل الحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة السلطان المفدى بإعطاء أكبر قدر من الاهتمام لقطاع الزراعة. ومن ثم توفر دائرة الزراعة بالولاية كافة ما يلزم الزراع من ميكنة حديثة وأسمدة ومبيدات لتطوير ورعاية المحصولات الزراعية. وتزرع بالولاية محاصيل الليمون والسفرجل والفاكهة ومحصول التمور الذي يمثل المحصول الرئيسي في البلاد، وتتميز تلك المحاصيل بجودة الثمار. وإلى جانب المزارع التقليدية توجد المزارع الحديثة التي تزرع وتروى بالطرق العلمية الحديثة، مما أتاح زراعة محاصيل أخرى كالبر والشعير والذرة. وهكذا غطت الخضرة الكثيفة مساحات كبيرة من الولاية. وتتوفر في الولاية مياه الأفلاج، ومن أشهرها أفلاج محضة، النوى، شرم، الخضراء، الخطوة، وأهم أوديتها الطاهر، جحفي والحيول وخطوة والخضراء. وفي منطقة الجويف، وهي من المناطق المعروفة في محضة، أقيم سدان للتغذية، الجوفية، هما سد الجويف وسد وادي حلالة. والثروة الحيوانية بالولاية هي القطاع الآخر المكمل للزراعة، وقد أقامت وزارة الزراعة والأسماك عيادة بيطرية تقوم بمهمة رعاية قطعان الماشية وتحصينها ضد الأمراض، كما تقوم وحدة الطب البيطري بإجراء فحص دوري على الأغنام والماعز وتقديم العلاج اللازم لها.
ومن بين الدوائر التي تخضع لإشراف لجنة تنمية المناطق بولاية محاضة لجنة شؤون الأراضي، وتختص بتخطيط الأراضي وتوزيعها على المواطنين. كما تقوم بلدية محضة بتآزر جهود المواطنين بدور كبير في المحافظة على نظافة الولاية وتمهيد الطرق والتشجير والتسوير ورش الأودية والمبيدات للقضاء على الحشرات والجراثيم وتوفير البيئة الصحية الملائمة للسكان. ويوجد بالولاية مركز صحي مزود بعربة أسعاف لنقل المرضى من ذوي الحالات الطارئة، ويقدم هذا المركز مختلف أنواع العلاج الوقائي للأطفال والرعاية الصحية الشاملة لأبناء الولاية. ومما يذكر في هذا الصدد أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم تعمل لتنفيذ خطة دقيقة في نشر وتكامل المستشفيات والعيادات الصحية في سائر ولايات السلطنة، خاصة المنطقة البعيدة والنائية، وتزويدها بالكوادر الطبية والأدوية ليستفيد منها المواطن في موطن إقامته. ووجد أبناء الولاية فرص التعليم سانحة أمامهم بفضل تشييد 6 مدارس، منها مدرستان للبنين والبنات في محضة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومدرسة في الجويف وأخرى في الخطوة، واثنتان أخريان في وادي الحيول وفي الشياء، وفي مدرسة يزيد ابن المهلب الإعدادية بنين يتلقى الطلاب مختلف العلوم النظرية والتطبيقية، بينما تتلقى الطالبات في مدرسة زينب بنت خزيمة الإعدادية منهجا تعليميا متطورا يلبي روح العصر ويحافظ على تقاليد المجتمع الأصيلة. إن ولاية محاضة مثل سائر ولايات ومناطق السلطنة خضعت لعملية تحديث وعصرنة شاملة، فامتدت إليها شبكات الطرق لتربط الولاية بسائر أنحاء البلاد، ورافق ذلك تطور في كافة الأنشطة التنموية بالولاية، كما تم تشييد خط نقل كهربائي ذي ضغط عال من البريمي إلى محضة ليمدها بالتيار الكهربائي لأول مرة. وتقوم شرطة عمان السلطانية وهي الحارس الأمين على استقرار الوطن وحماية مكتسباته بمعالجة قضايا المواطنين وتسوية أمورهم وتلبية خدماتهم، ويتمتع فرع شرطة عمان السلطانية بمحضة بكافة الإمكانيات التي تضمن أداء دورها من أجل المواطن بكفاءة عالية. وتيسرت طرق ووسائل الاتصال بين محضة وباقي أرجاء الوطن العزيز، كما توفرت الخدمات البريدية المتطورة. وأقيمت وحدات الإسكان الاجتماعي وتم توزيعها على مواطني الولاية من ذوي الدخل المحدود في إطار استراتيجية شاملة لتوفير مأوى كريم لكل مواطن. كما انتشرت بالولاية مظاهر كثيرة من التراث العماني، ومن أهم القلاع والحصون حصن بيت الند الذي يقدر عمره ب200 عام، وشرم وحصن الجبيل وحصن السميني وقلعة عبول وحصن الجويف وحصن الخطوة وحصن الظاهر. وهذه المعالم جزء لا يتجزأ من التراث العماني المجيد.
بينما يتجول المرء في رحاب الأرض العمانية الطيبة يرى كثيرا من مظاهر الحضارة والجمال، ومحاضة غنية بهذه الصور الحية. وأهل محضة محبون للفنون ومن فنونهم الشعبية الأصيلة العيالة والبدوية والونة والرزحة وسباق الجمال ولقي الركاب، وحينما يؤدون من العيالة وهي من فنون شجاعة الرجال يصطفون صفين متوازيين متقابلين ويتبادلون الغناء ويرنموا على التوالي. وهكذا يرفل أبناء محضة في ثوب قشيب من صنع مكاسب النهضة العمانية المباركة في ظل القائد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله.